السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من مركز تدريب كلاب الحراسه بنور. معاك كابتن بنور. تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومتابعانا على اليوتيوب قناه تدريب كلاب ومضيكس دمنهور وقناه تدريب كلاب البحار. زي ما عودناكم يا جماعه، اي مشكله بتقابلكم بتكتبوها لنا في تعليق على اليوتيوب واحنا بنرد عليها، بنحاول نوصل لك المعلومه بسيطه، بنحاول نحل المشكله مع بعض، ويا رب المعلومه توصل لك وتكون فاهم تعمل ايه بالظبط عشان ما تكلفش عليك كتير وفي نفس الوقت ما تتعبش نفسك مع الكلب بتاعك. في يحيى شعبان بيقول السلام عليكم يا كابتن، عايزك ترد عليا السؤال بكل صراحه دلوقتي. انا لو جاي من محافظه بعيده عن البحيره وما كلمتكش وجبت لك كلب، هترضى تدربه بفلوس ولا هترجعني وتقول لي انت ما حجزتش؟ بص يا استاذ يحيى، الموضوع حضرتك انت ممكن تكون فاهمنا غلط. هو احنا قبل ما بندور على الفلوس يا باشا بندور على ثقه الناس ومحبتهم وبندور على احترام الراجل اللي حاجز عندنا، ده حاجه مهمه جدا في شغلنا. طبعا كلمه ان كلمه حجز ده بيبقى سبب ضغط عندنا في الشغل، بيبقى سبب ان احنا عندنا شغل كتير، بنحجز لده وبنحجز لده وبنحجز لده. وبعدين جيت مره نقول انا مش عايز حجوزات يا جماعه لان عندنا كميات كبيره، بصيت لقيت ناس كتير هتقول لك انت اتغنيت، انت معاك فلوس، انت الحاجات دي كلها. طبعا الكلمه دي احنا في غنى عنها ومش محتاجين حد يتكلم معانا كلمه زي ديت، لكن احنا برضو بنريح الناس وبنقول لهم هنحجز بس بنعرفه المسافه او الوقت اللي هو هيقعده. فدي حاجه ما تزعلش يا باشا، معلش عشان خاطري ما تحاولش ان انت تحطني في موقف محرج وتجيلي بالكلب، لان فعلا هترجع بيه، لان لازم الناس اللي هي حاجزه عندنا لها مواعيد، لها ارتباطات، لها حاجات زي كده، الناس ديت لها تقديرها ولها احترامها. اللي بيأخرنا يا جماعه عن الناس اللي حاجزين عندنا في الشغل بيبقى سبب، ممكن يكون عندي كلب زي ده مثلا بيتدرب طاعه وحراسه. على فكره الكلب ده طاعه بس مش حراسه، في كلاب ثانيه بتتدرب طاعه وحراسه، ممكن يبقى الكلب في الطاعه او في الحراسه عاكس معانا شويه في مسافه الشهر، في مشكله في التدريب بتاعه، في حاجه الكلب رجليه وجعته اضطرينا نريحه، اضطرينا نوقفه. في عندنا كلاب ساعات بتبقى جايه مثلا بيتعطر في طوبه، بيتعطر في حاجه رجلته وجعه، زي الكلب اللي موجود عندك في البيت لو اي مشكله انت بتقعد تعالجه وبيغيب مسافه. فاحنا ما ينفعش ان احنا ندي الكلب لصاحبه وهو في مشكله، فبنضطر ان احنا نصبر على الكلب، وغير كده ان احنا بنوقف التدريب وبنكرر معاه تاني اول ما يبقى حالته الصحيه كويسه. فطبعا بكده الكلب اتاخر عندي، لكن مش معنى كده ان انا مثلا ادخل حد قدام حد او ادخل واحد قصاد واحد علشان مثلا ننزل من نظر الناس ديت. ما ينفعش يا باشا، يا ريت حضرتك زي طبعا ما في ثقه فينا وفي تقدير لينا في شغلنا، احنا برضو في ثقه في الناس اللي حاجزه عندنا وفي تقدير واحترام للناس اللي حاجزه عندنا. سؤال تاني يا جماعه، محمد طلعت قاسم بيقول السلام عليكم، تحياتي يا كابتن وعلى المجهود الرائع مع توضيحك للمشاكل مع الكلاب، حببتني في الكلاب وعلاجها. كان عندي سؤال ملخبط شويه ولو انك شرحته قبل كده بس هو متداخل معايا. انا الكلب اللي عندي جيرمان 4 شهور ونص ولسه مطعمه التطعيم الثالث للسوماني في القوات المسلحه، وبعد كده وانا راجع اكتشفت ان عنده اراد وانا مربيه في السطح ومعاه رمله، والميه اللي بيشرب منها سايبها على الرمله وهو بيغرق الرمله اللي بيقعد عليها بالميه علشان يرطب المكان. المهم لقيت ثلاثة اراد تحت باط الكلب الرجل الاماميه وشلتهم، ينفع اديله ايفوماك ولا بلاش واستنى ولا اشيل الرمل؟ مع العلم انا لسه مطعمه امبارح. خلينا في السؤال الاول يا باشا، السؤال الاول الرد على حضرتك يا استاذ محمد، تدي ايفوماك بعد التطعيم باسبوع، ما تقلقش ادي ايفوماك بعد التطعيم باسبوع، لكن ما ينفعش ان انت مطعمه امبارح وتدي له ايفوماك النهارده. كل اللي عليك ان انت هتشيل القراد بايدك وما تحميش الكلب، تمام؟ هتشيل القراد بايدك وبعد كده هتبدا ان انت تدي له ايفوماك بعد التطعيم باسبوع باذن الله. السؤال الثاني، في القوات المسلحه المستشفى البيطري فض الغده اللي في الخلف. السؤال الثالث، ادي حقن اعصاب علشان اذن الكلب تقف ولا لا؟ مع العلم واحده واقفه والثانيه نايمه. وشكرا لك يا كابتن. بص يا باشا، انت بس اصبر اسبوع، المهم في الاخر فايده الموضوع كله ان انت تصبر اسبوع، لان التطعيم ما ينفعش ان انت تدي حاجه وراه على طول عشان ما تدخلش الكلب في مويل في العلاجات والحاجات دي كلها وتكلكع معاك مع الكلب، ممكن حقن على بعضيها تعمل له حساسيه، حقن على بعضيها تسبب فقدان مناعه وحاجات زي كده. فانت يا باشا كل اللي عليك ان انت هتصبر اسبوع واحد، واي مشكله هتقابلك في الكلب باذن الله ليها حل. موضوع الودان دي هنعمل دعامه وهندي حقن الديبوفيت بتاعت الاعصاب والحاجات دي كلها. الحاجه الثانيه، المشكله اللي عند الكلب بالحشرات هنديله برضو حشرات، علاج حشرات. طبعا ده مش هيزعلنا، احنا لو ادينا حقنه حشرات واستنينا 3 ايام وبدانا نعمل دعامه وادينا الديبوفيت والحاجات ديت مش هتزعل في حاجه، لكن تطعيم السوماني بالذات لازم نصبر شويه، وفي الفتره دي ما نحميش الكلب ونسيب الكلب على راحته اكني معايا عربيه بتلين بالظبط.
نسيبه على راحته خالص وعلى نفس النظام بتاع الاكل على نفس كل حاجه. ما نقدرش نغير نظام الاكل، ما نقدرش نحمي، ما نقدرش نعمل الا بعد الحقنه دي باسبوع لحد الكلب ما يسترد حالته الصحيه تمام التمام ونبقى انا مطمن عليه في التطعيم. السؤال اللي بعد كده يا جماعه من الاستاذ يحيى شعبان برضو بيقول السلام عليكم، محافظه بعيده. لا هو نفس السؤال. بعد كده محمد خالد بيقول بعد اذنك عاوز اعرف اكل كلب الكلبي اللي عندي 2 جرمه ذكور، عاوز اعرف وجبه رخيصه وتكون مغذيه. وجبه رخيصه يا باشا وتكون مغذيه الاكل بتاع البيت، البواقي بتاعت البيت اللي بتطلع من عند حضرتك لو ما عندكش طيور. طبعا اغلبيه الحريم في مصر دلوقتي بتربي طيور في بيوتها فبيسحبوا البواقي كلها. طيب نفترض بقى ان انت ما عندكش بواقي بتطلع او البواقي دي بتروح للطيور والكلام ده كله، كل اللي عليك يا باشا ان انت هتروح هتجيب مثلا شكاره عيش تخليها عندك في البيت، عيش اللي هو الناشف تمام، وكل يوم هتبل شويه عيش مثلا، هم يبقوا كلبين هنبل مثلا زي كيلو عيش تمام، ونسيبهم 10 دقائق اول ما يبداوا يستطروا كده، وبعد كده هنبدا ان انا نجيب شويه الهياكل. انا ممكن نجيب ب 10 جنيه هياكل تكفيني 3 4 ايام، هنجيب شويه الهياكل نطيب لهم الشويه وناخد منهم الشويه مثلا بالشوربه نلخبطهم على بعض، لو انا بناكل طايب مستوي نلخبطهم على بعض مع العيش ونقصصهم حتت صغيره عشان كله يغوص في بعضه، الكلب ياخده كله عباره عن لحس مش عباره عن اكل، ما ينقش اللحمه ويسيب العيش. النظام الثاني لو انت بتاكل ني برضو ممكن تعمل العيش وهتلخبطه مع الهياكل النيه ديت مع شويه رز طيبين مع اي حاجه تلخبط كله مع بعضه وبتحط لهم كل واحد الوجبه بتاعته بيبداوا ياكلوا، ودي ارخص وجبه كل الناس بتتعامل بيها. السؤال اللي بعد كده محمد خير بيقول السلام عليكم، عندي كلب يوجد بيده اليمين جرح مملوء بالديدان، ما هو العلاج؟ ممكن تساعدوني وشكرا. بص يا استاذ محمد، معنى ان انت صبرت على الكلب لما الجرح يبقى فيه ديدان دي يا باشا كده ده اهمال من حضرتك جامد وانت بتشيل ذنب الكلب ده. عشان تنظف الجرح ده وتنتهي منه في بنجيب الجنتيانا وبنحط عليها ازازه ميه اكسجين وكل يوم بنغسل الجرح ده بميه الاكسجين ديت لحد الجرح ده ما ينضف خالص. انت بتكب ميه الاكسجين كده على الجرح بتعمل رغاوي، معنى ان في رغاوي معنى ان في ميكروب. تتنك تكب ميه اكسجين بسرنجه تغسل بسرنجه وممكن تغسل تجيب فرشه مثلا صغيره او حاجه تغسل بيها الجرح ده كويس لحد ميه الاكسجين دي ما تغسل تطهر الجرح خالص تمام قبل الجنتيانا كمان. طول ما فيش طول اول ما تلاقي ميه الاكسجين ما بقتش بتعمل رغاوي اعرف ان الميكروب كده طلع من الجرح. نبدا اننا نحط جنتيانا كل يوم وندي الكلب حقنه مضاد حيوي عشان تنشف الجرح ده ويقفل الجرح ده على نظيف. سؤال تاني يا جماعه من الاستاذ ايمن داوود بيقول لو سمحت يا كابتن، عندي كلبه جرمه 9 شهور اديها حقنه ديكتو ماكس 1 سنتي بس كويسه ولا لا؟ بس بعد الحقنه اديتها حقنه ديكتو ماكس 1 سنتي بس كويسه ولا بس بعد الحقنه بثلاث ايام مش عايزه تاكل لمده 3 ايام وحراره جسمها عاليه قوي وعينيها بقت حمراء شويه واديتها حقنه مضاد حيوي وستال، وهل الحقنه دي مضره بعد كده يا كابتن علشان هي بتنزل لون دم وردي؟ ارجو الرد من فضلك. بص يا استاذ ايمن، هو حضرتك ان انت تدي الديكتو ماكسيم والايفوماك والحاجات ديت احنا جربناها سلام ركاتو، احنا جربنا الايفوماك والديكتو ماكس والحاجات ديت هي ما سببتش الاضرار اللي حضرتك بتقول عليها ديت. ممكن تكون الكلبه كانت تعبانه وانت اديت لها الحقنه دي، ممكن تكون الكلبه كان عندها مشكله في الحاله الصحيه بتاعتها وانت اديت لها الحقنه ديت هي اللي سببت معاها كده. فانما يا باشا الايفوماك احنا جربناه، الديكتو ماكس جربناه. موضوع الدم الوردي اللي بينزل ده ممكن تكون الكلبه حايضه وانت ما خدتش بالك منها، فمن الواضح ان حضرتك مش مهتم بيها ده يوميا ان انت بتبص عليها وبتبص على حالتها الصحيه. فيا ريت يا باشا تاكد تشوف ايه المشكله اللي عند الكلبه وتبلغنا بيها وباذن الله نحلها مع بعض. محمد لبيب بيقول لسه شاري كلب وقصيت شعر ديله لكن كان لانه كان ملبش الشعر ماسك في بعضه يعني مكلكع كلكع كده في بعض اي ايه اسرع طريقه او علاج لنمو الشعر؟ اسرع طريقه وعلاج لنمو الشعر يا باشا هو الشعر بيطلع لوحده. طالما الكلب كويس مفيش حساسيه في جسمه الشعر بيطلع لوحده طبيعي، ولو في جروح ولا في حاجه بنرش جنتيانا، الجنتيانا دي بتسهل طلوع الشعر بسرعه لان بتفتح المسام بتاعت الجلد وغير كده بتعالج القشريات والحاجات اللي في الجلد كلها. سؤال تاني من عبد الله الغريري بيقول كابتن اكثر من 20 مره سالتك ما الجواب عندي؟ لا يا باشا على دماغي، عندي جيرمان عمره فوق السنه ممكن ادربه شراسه وهو ما يمسك الدراع. تحياتي اخوكم من بلاد الرافدي.
اخوكم عبد الله من بلاد الرافدين. تحياتي ليك يا استاذ عبد الله، شكرا لاشتراكك معانا وحضرتك مشرفنا بتعليقك لاي حد مصري. تحياتي ليك وتحياتي لكل مشترك معانا من اي دوله عربيه. بص يا استاذ عبد الله، موضوع ان الكلب يمسك الدراع، لازم الاول ادي للكلب ثقه في نفسه، ممكن بحته قماشه مش بدراع، ادي الكلب ثقه في نفسه وعلمه ان هو يمسك ويشد قصادي. طبعا الموضوع مش محتاجني انا، الموضوع محتاج مهاجم ان انا نوقفه قدامي يمسك حته قماشه ويحطها قدام الكلب ويجري بيها مره في الثانيه في الثالثه، بيبدا الكلب يهجم، ما بيطولش المهاجم بيجي ماسك القماشه دي. بعد كده بنبدا نغير من القماشه للدراع، طبعا بيبدا الكلب يمسك من هنا، بنعلمه طريقه ان الكلب يمسك الدراع، مع اننا بنشجعه كصاحب كلب اننا بنشجعه وبنديله الثقه في نفسه وبنعرفه ان اللي واقف وراه ده يعني تبعك مش خصم ليك، واللي قدامك ده اللي معاه القماشه او اللي معاه الدراع ده خصم ليك لازم تمسكه. طبعا كل الكلب ما يبدا يتقدم عليه خطوه انا بنشجع اكتر، الكلب بيحس بالتشجيع يا جماعه وبيعرف انا بنعمل ايه وبيبقى مبسوط جدا لما انا بنبقى فرحان ومبسوط باللي هو بيعمله. طبعا باذن الله هيبدا يمسك معاك الدراع وهيبدا يهجم ويبدا تمام. نستكفي يا جماعه لحد كده، تحياتي لكل مشترك معايا وتحياتي لكل الناس اللي معانا. بس انا شايف يا جماعه على القناه بتاعتنا اليومين دولت اللايكات ضعيفه خالص، مفيش لايكات كتير في الفيديوهات، ليه؟ المفروض ان احنا ما نسالش السؤال ده، مع ان احنا ما بنستخسرش في حد اي معلومه، ما بنستخسرش في حد اي حاجه هو محتاجها. تحياتي ليكم، تحياتي لكل المشتركين معانا، امانه عليكم. ما تنسوش تعملوا الفيديو ده لايك وتعملوا له شير، وما تنسوش التعليقات الجميله اللي انتم بتنزلوها، واي حد عنده مشكله يكتبها لنا في تعليق باذن الله هنحلها مع بعض. وما تنسوش يا جماعه نعمل اشتراك في القناتين بتوعنا ونعمل ونفعل الجرس في القناتين عشان لو اي حاجه جديده توصل لكم باذن الله. ومن جنب كين بنمسي عليكم، تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.